مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من جديد، وهلا بدنا نروح لاسطنبول لنكون بجوله في الصحافه التركيه، وبدنا نرحب بزميلتنا نور حداده. صباح الخير نور. صباح الخير هاني، كيفك؟ الحمد لله تمام. نحن ناطرين تعملينا جوله لنشوف اخر اخبار الصحافه التركيه. تفضلي، الك نور، الك الهواء. من مكتب أخبار إسطنبول منحييكم، نقدم لكم جولة في الصحافة التركية في ظل يعني الأجواء المشحونة والمفتوحة على جميع الاحتمالات بين أنقرة وموسكو. بيجي الكلام اللي نقلته صحيفة ياني شفق واللي نقلته على لسان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وخبر بيقول هجوم، أو أوغلو بيقول هجوم بوتين على تركيا لا يتناسب مع رئيس دولة. حديث أوغلو هذا جاء في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية، ولعل المثير للانتباه في كلمة أوغلو هو قوله: أقول لمن يسعى إلى تقسيم تركيا لن تفلحوا. وبعيدا عن الخبر، داود أوغلو عندما عاد من بروكسل وسأله الصحفيين حول تعليقه عن هجومات بوتين المتكررة على تركيا، قال: عندما أستمع إلى كلام بوتين أتبسم. في المقلب الآخر سوف أقرأ لكم خبر من وكالة جيهان يسلط الضوء على ردود فعل المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على تصريحات موسكو الساخنة. الخبر في وكالة جيهان يقول، هذا الخبر بالتركي: أدرنا تستقبل الفريق الروسي بالورود. أدرنا هي ولاية أدرنا التركية، والمستقبل فيها هو رئيس بلديتها رجب غوركان، والفريق الروسي المستقبل هو فريق تشيباكاكا لكرة السلة النسوية، أما طريقة الاستقبال فهي الورود. رئيس البلدية بعد أن نزل إلى الملعب صافح أعضاء الفريق وطلب من الجمهور التركي التصفيق للفريق الروسي. نبقى في الشأن السياسي التركي، وبعد أن كثر الحديث عن قيام الدولة التركية بإعادة انتشار سياسي وإعادة تموضع لتحالفاتها الدولية، وهنا الكلام يعني يخص تحديدا علاقة تركيا بإسرائيل، في ظل هذا كله يأتي الخبر الذي نشرته وكالة الأناضول: داود أوغلو يستقبل خالد مشعل في أنقرة أمس. هذا الخبر أمس، الخبر أتت به وكالة الأناضول، وتم الاستقبال في قصر جان قايا بالعاصمة أنقرة، وكان ذلك بعد أن استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشعل في اسطنبول. حماس أيضا أصدرت بيانا قالت فيه: إنه جرى الاتفاق بين الطرفين لعقد لقاءات موسعة خلال الأيام القادمة. وعلى سيرة حماس والشيء بالشيء يذكر، أثارت حماس أمس مواقع التواصل الاجتماعي كانت يعني إثارة الجدل حولها بسبب أنها نعت سمير القنطار. بالعودة إلى الأخبار المحلية التركية، خبر نشره موقع ترك بريس، الخبر يقول: ردا على العقوبات الروسية، بلدية تركيا توزع 20 طن من الفواكه والخضار على المواطنين. في التفاصيل، نظمت منطقة كادرلي فعالية بعنوان أسبوع المنتجات المحلية، وذلك تنديدا بمقاطعة روسيا لبعض من المنتجات التركية، حيث قامت البلدية التركية بشراء 20 طن من الفواكه والخضروات وتوزيعها مجانا على المواطنين. نختم جولتنا في صحيفة ديلي صباح بنسختها العربية وآخر إصدارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصدار كروي، حيث يقول الخبر: أردوغان يعود للمستطيل الأخضر من جديد.
نشرت ديلي صباح هذا الخبر بأن الرئيس التركي سوف يعتزم المشاركة في مباراة في استاد بورصة بين فريق نجوم تركيا القدامى وفريق بورصة سبور ضمن مراسم افتتاح استاد بلدية بورصة. بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الرئيس التركي في مباراة لكرة القدم، فقد سبق وأن شارك في مباراة في افتتاح استاد بشق شهيد في اسطنبول وأحرز 3 أهداف. الجدير بالذكر أن أردوغان في بداية حياته كان لاعب كرة قدم في عدد من الأندية في اسطنبول، وهذه ربما دعوة عامة للمتواجدين في بورصة لحضور المباراة اليوم. بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا في الصحافة التركية، نعود لك هاني.